مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. نحاول ما استطعنا ان نسلط الضوء دائما على نماذج عاليه من شانها ان ترتقي باللغه العربيه وباسماع متلقيها، وكذلك تحرص كل الحرص على ان تتلقى القصيده العربيه والبلاغه الساميه بحيث تورثها لاجيال تكون على قدر المسؤوليه، وهذا ما نحن عليه عاكفون دائما. مشاهدينا، اسمحوا لي ان ارحب بالنيابه عنكم وبالاصاله عن نفسي. ارحب بضيفي معنا عبر الانترنت من القاهره، الشاعر ابو قيس محمد رشيد، او كما يحب ان ينادى بابي قيس الطائي. حيا الله ابو قيس، اهلا وسهلا بك، حللت اهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. اهلا وسهلا يا سيدي، اهلا وسهلا. ألف أهلاً وسهلاً بك يا حي الله. أهلاً بك أبو قيس، سعيد جداً بهذا الوجود بينكم وبهذه التقدمة الجميلة. نحن أكثر سعادة بك أبو قيس. أنا أعلم أن لغتك عالية وأنك دائماً ما تحرص على مخاطبة من يسمون النخبة، إن جاز هذا التعبير وصح هذا المصطلح، لكن دعنا في هذه الحلقة أن يعني ننزل قليلاً إلى عوام الناس بحيث يستوعبون ما نقول وتصل الأفكار بسلاسة وأنت لها ولا شك. بداية أبو قيس، يعني تعريف بسيط عن حضرتك بما تحب أن يعرفه عنك جمهور بيت القصيد، تفضل. أنا أخوكم أبو قيس، اسمي محمد يوسف رشيد، عربي مصري أكنى بابني، فأنا سميت ابني قيسا تيمنا وولاء لشعراء العربية من لدن امرئ القيس، ومرورا بقيس بن الخطيم، وانتهاء في العصر الإسلامي بقيس لبنى وقيس ليلى، فأكنى بابني فأعرف بأبي قيس. واسمي محمد يوسف رشيد، أنا أزهري النشأة، عربي مصري أزهري النشأة. نشأت في أول حياتي، وبل مكثت قطعة كبيرة من عمري عاكفا على ومتفرغا على العلوم العربية والإسلامية. جميل. في الأزهر الشريف، على منهج الأزهر الشريف، وكان تفرغي في الأول على تلك العلوم الـ يعني الشرعية الصرفة، أو نعم، التي فيها المسألة العربية. ثم انتهيت إلى القرآن العظيم وشغلت كثيرا بقضية الإعجاز. طبعا أختصر لك شديدا، أعرف أن البرامج تكون وقتها محدودا، وأنا رجل مسلم في طبيعتي. لا اسمع، أنا من الوقت ما يكفي، تفضل. الله يرضاكم. انتهيت إلى القرآن العظيم وعكفت عليه وشغلت به، فهالتني قضية البلاغة وقضية الإعجاز والبيان. نعم. فتناولت كتب عبد القاهر، وعلمت إجماع العلماء وإجماع التاريخ على أن المدخل إلى القرآن هو الشعر الجاهلي، فدخلت إلى وادي الشعر فزلت فيه قدمي، والشعر صاحب ساحب، الشعر صاحب ساحب، فتفرغت عليه وعلى المذاهب النقدية والإبداعية فيه، وما هو عربي وما هو غير عربي. وكل من دخل إلى الشعر هذا الساحر لا يمكن أن يخرج منه، فتفرغت إليه واتخذته قضيتي، وهي في الأخير قضية عربية لا تخرج عن كونها عربية إسلامية. ويعني لذلك أنا لما سألتني كيف نعرفك؟ قلت لك عربي ناقد وشاعر عربي، لأنني أرنو إلى وحدة العرب على هذا اللسان، ولذلك أحرص على الحديث بالعربية قدر ما يكون أو قدر ما أستطيع. وهذا هو المهمول أو المأمول عفوا أبو قيس، وإن كان مهملا من كثيرين، إلا أننا نأمل أن يلتزموا ما التزمت به وألزمته نفسك. نعم. أبو قيس، وقبل الذهاب إلى النقاش الذي أعددناه لك في هذه الحلقة، نريد أن يكون المفتتح شعرا، وحبذا أن يكون من شعرك، لك أن تقرأ ما تحب. وفي سياق هذه الحلقة سنأتي على بعض النصوص التي اخترتها أنت، وستقف عند بعض مضمينها وبعض تفاصيلها، لكن قبل ذلك نريد أن نسمع شيئا من شعرك، ومن ثم نذهب إلى النقاش. تفضل. يعني ابتداء أن تعرف قضية الصدق عند الشاعر، أن الشاعر لا يتحدث إلا إذا كان، أو لا يجيد إلا إذا كان صادقا لتتفرغ قريحته على ما يريد. وأما ما يسمى بشعر المناسبات وكذا، فإذا لم يكن مؤمنا بها، يعني إيمان أبي تمام بفتح عمورية، فسيخرج الشعر ضعيفا. ولذلك يدور شعري في الأحداث الشخصية إلى حد كبير، ويدور شعري كذلك في النزعات النفسانية الذاتية. لا بأس، أشركنا في أحداثك الشخصية هذه. نعم. قدر المستطاع بحدود ما يسمح.
نعم، لي من ذلك قصيدة بما أننا نتحدث كما ذكرت إلى الجمهور، فالجمهور يحب يعني شعري يأتي على مراتب وعلى أنماط، فأنا أنتقي لك من الشعر الذي يصدق عليه أن يكون جمهوريا وهو القريب الخفيف. أحسن، من ذلك تفضل. قصيدتي ويعرفها الناس وهي ذكرى الصبابة، ويفترض الشاعر أنه قد أودعها ذكريات أو أودعها مغامرات الصبابة والصبا في بداية شبيبته وحياته. نعم. فقال: يا عاذر الشعر، يا عاذر الشعر، مالي قد سموت إلى ذكرى الصبابة والصبوات لم تزلي. إن كنت تعلم أن الشعر منفسد فاسمع مقالة من يشقى من العذل. لم أقصدن بذاك الشعر ما قصدت من قيله زمر الفساق والعطل، وما بكيت على إثم أتوق له، لكن على زمن أحلى من العسل. الله. قد كنت في غنية عن ذكر معذرة لو كنت أنشده في غابر الأجل، لكن جرى قدر عند الحكيم بأن يروى على عصر مستوبل خبلي، ما بين جلف يرى مستفقها سمجا لا يفقه القول في مستوضح الجمل، وبين من يدعي في الفن معرفة لا يحسب الشعر إلا أنة العلل. ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت، فإن ناكرها مستوجب الأمل. تلك التي فتنت، تلك التي فتنت قلب الرشيد بما أبدته من شغف في بردة الخجل، كانت تراني على لهفي بها وجلا، يا ضيعة العمر بين الخجل والوجل. كانت تشب على جسم الصغيرة في ثوب تفاوضه، يا حيرة الحلل. والنهد منها يراشي نهضة قضيت، والنهد منها يراشي نهضة قضيت، قد نم عنها قميص بالمساس صلي، وبعد لم يأتلف كل بصاحبه، فالعقد في لهف والجيب في فضلي، والبطن من هضم تحت النهود جرى حتى نبى نبوة منها القميص حلي. والأيطلان إذا ما جئت متقيا قوسان قد أقصدا من غير ما لبلي، أما الكثيب فقل ما قال أولنا غير أنه من وسيع الثوب لم ينلي، والفرع في حمرة فاضت جداوله فخيمت لادنا من ناعم الأسل. تلك المحاسن قد حار الرشيد بها غرام ظل الفلا إذ ريع بالأكل، حتى إذا استيأست من بوح شاغفها، والحب إن لم تصله بالهوى يصل. الله. جاءت تسائل من بالمطل أعنتها، وهائب البوح إن تستمله يقلي. قالت لحاظك في إثري أكان هوى أم الرجال على عاداتها الأولي. إن الله. الرجال ترامي الحب في سعة من النزال، فإما استنزلت تملي. قلت الرجال ترامي خشي مهلكة من الصدود، فإن تأمنه لم تحلي. هذا من صدر القصيدة وهي طويلة. جميل جدا يا أبو قيس، ما شاء الله عليك، يعني إحساس عالي ونفس طويل، وأنت مكثر ومجيد في أن واحد، وهذه قلما تجدها لدى العديد من الشعراء. على أي حال سنأتي على تتمة هذه القصيدة أو قصيدة غيرها لك، ولكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى نقاش أرجو أن يكون خفيفا علينا وعليك كذلك. أبو قيس، أكثر ما يجب على الشعراء أن يتشبثوا به في زماننا من أجل الحفاظ على لغتنا الأم في هذه الفكرة وهذا الموضوع، ما الذي ينبغي أن تقوله؟ تفضل. الذي يريد أن أقوله هنا أول شيء وهو يبدو بديهيا في الأول، تفضل، أنا أعتذر أنه سيكون كلامي مليء بالتقييدات، لأن هذه الأسئلة أحياناً يكون جوابها جميلاً. ضعنا أمام إجابات عملية محفزة. أين المشكلة؟ نعم. تضع الجميع أمام مسؤولياته، لا بأس. الجواب الذي يمكن أن يجاب به هنا أن يقال أن يكون مؤمناً به. يعني ما الذي يجب أن يتشبث به الشاعر حتى يحافظ على هذه اللغة؟ طيب ما خلاص جميعنا نؤمن بهذه اللغة، ما الذي إذن ينبغي أن نتشبث به؟ ينبغي أن ننتقل هنا إلى كلام آخر، لأن الإيمان باللغة ليس الإيمان بمفهوم مجمل اللغة، يعني نحن نؤمن باللغة العربية، طيب، ويأتي شاعر أو يأتي شخص ويضع كل شيء غربي وكل شيء من مناهج أخرى في النص العربي، فيفسد هذا النص ويخرج شيئا هجينا لا نفهمه، ويقول أنا مؤمن بالعربية ويدافع عن العربية، وآخر يأتي ويقول أنا ترافي ويدافع عن العربية.
إذن جميعنا نؤمن بالفكرة، بقي بعد ذلك تفصيل الفكرة. والشيء الذي أرشد إليه هنا هو قضية الخصائص. كل لغة أخي الكريم لها خصائص. نحتاج الآن دائما حتى يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل، وهناك مقولات عدة حول التفاصيل، كل شيء الخطأ في التفاصيل، الإشكال في التفاصيل. كلنا، لا أحد يقول أنا لا أؤمن بالعربية، ولكن شخص سيقول نطور العربية ويكون مفسدا فيها، وشخص سيقول نطورها ويكون مصلحا، وشخص سيقول نحافظ على التراث ويكون مفسدا، وشخص يقول نحافظ على التراث ويكون مصلحا. إذن المجملات الفضفاضة لا يمكن أن تستعمل، لا يمكن أن نبني عليها عملا. كلنا نؤمن، لكن بعد ذلك أقول كل لغة لها خصائص، وحتى تحافظ على التراث وعلى اللغة ينبغي أن تعرف خصائص لغتك التي تتمايز بها عن غيرها. نعم. هنا ستضع يدك على الأشياء التي ينبغي أن تحافظ عليها، لأن عندك محافظة وعندك تطوير، كلاهما موجود، عندك محافظة وعندك تطوير. ما الذي يفصل الثوابت التي ينبغي أن نحافظ عليها عن المتغيرات التي يدخلها التطوير؟ هذا يحتاج منك إلى معرفة خصائص اللغة. نعم. بأي شيء تتشبث، حتى لا ندخل في جدلية التطور والجمود التي نتكلم عنها دائما، أو التي نقع فيها نحن جميعا الآن، وكل يدعي وصلا بليلة، وكل يدعي أنه يصلح العربية ويحافظ على العربية. نحتاج إذن إلى كما نقول في مصر المثل، المية تكذب الغطاس. ما الصواب؟ غص في العربية من حيث كونها لغة، هذا هو. نعم. لكن هناك من ألبس عليهم وأشكل عليهم، فمزجوا ما بين التطوير وما بين فكرة التغريب، واعتبروا من يطور اللغة ومن يطور بالنص ويقدم الجديد اعتبروه مثلا مغربا للغة، مذررا ومفجرا ومنكرا ومنفرا. كيف يمكن لنا أن نفرق ما بين التطوير والأفكار الدخيلة على اللغة؟ تفضل. نعم، هذا يعتبر أو سيقودني إلى التفصيل فيما قلته في التشبث، لكن أو قضية الثوابت التي تتشبث بها. لكن أوضح أولا قبل كل شيء، التخطيط ومخططات التشويه موجودة، هي موجودة. نعم. لكن ليست بذات الدرجة، لا حجما ولا نوعا، بالقياس إلى التبعية. التبعية والانبهار. يعني أنا مثلا لما أدرس المذاهب الغربية أراهم كيف لما ظهر المذهب الأسطوري في الغرب في ضمن السياق الحداثة في القرن العشرين، ظهر المذهب الأسطوري، ألف عرب باحثون مصريون ومن الشام ألفوا حول الأسطورية وما يمكن، الله، وجدنا الميزان الصحيح للشعر الجاهلي، وأن المرأة كذا، وأن الشمس في الشعر كذا، وأن الحمار الوحشية كذا، ثم بعد ذلك انطفأ كل ذلك. فأنا لا أرى المخططات التشويهية على ذات درجة الخطورة للنفسية التابعة. نعم. النفسية المنهزمة. هنا إذن نحتاج إلى الحديث عن، قبل أن نتهم طرفا وقبل أن نصحح طرفا، ما هي الثوابت وما هي المتغيرات؟ نعم. هل مثلا تتوقع لأنني نشأت نشأة تراثية وأنني أعنى بالشعر الجاهلي أن أقول لك، هل تحسب أن أقول لك الوزن والقافية هو الثوابت؟ أن تذكر الأطلال والرحلة وأن تصف الراحلة وكذا، هل هذا هو الثوابت؟ لا، نحن نحتاج إلى الرجوع. هكذا سنظل ندور في حلقة مفرغة لن ننتهي إلى شيء، كل يدعي أن هذا هو الصواب. لا، نحتاج إلى الرجوع إلى معيار، إلى شيء سابق، بعد إجماع الناس على أن الشعر لغة قومية. هنا هذا هو الأساس الذي أبدأ منه أخي الكريم. وأعذرني لو أردت أن أفصل شيئا في هذه المسألة لأنها خطيرة جدا. ما هو الفن؟ عموما في كل الفنون، ما هو الفن؟ الفن هو عبارة عن الاستعمال الأمثل لخصائص الأصل الذي جاء منه. يعني ما هي الموسيقى؟ هي ليست في مادتها شيئا جديدا، هي الأصوات، ولكن نظمت تنظيما إبداعيا، صح؟ ما هو الرسم؟ التصوير هو مشاهد واقعية، سواء واقعية بالخيال في الذهن تراها، لن ترسم شيئا إلا إذا كنت قادرا على رؤيته، سواء رؤية العين أو رؤية الرأي والدماغ. بالضبط. خلاص. ما الفرق بين لوحة ولوحة؟ الألوان في العالم واحدة، والأشكال وأجزاء الأشكال واحدة، وإنما هو استعمال متفرد إبداعي لأصل هذه الأشياء. كذلك الشعر أخي الكريم.
تماما. كل شعر بالنظر إلى اللغة التي جاء منها هو استعمال لخصائص هذه اللغة. شوف، لذلك قلت لك هذا السؤال سيفصل السؤال السابق، سيقودنا إلى التفصيل. خصائص اللغة، خصائص كل لغة. شوف، لو اعتبرناها ذهنا، أنت تنطلق من أنا أرجو أن يكون هذا سهل على الجمهور. أنت تنطلق من خصائص، من صفات، من سمات اللغة، تريد أن تستعمل هذه اللغة في شعر. ما هو الشعر؟ هو الاستعمال الذي يأتي في الذروة، استعمال في القمة لخصائص هذه اللغة. الشعر في الأخير كلام نظم تنظيما خاصا من حيث الدلالة والتأثير وكذا وكذا. إذن الشعر لن يخرج عن خصائص هذه اللغة، ولكنه يوظف هذه الخصائص. أحسنت. فلما تفهم خصائص كل لغة ستفهم ما الثوابت وما المتغيرات وما يعد تغييرا مفسدا وما يعد تطويرا من هذه اللغة. أضرب لك مثالا، من خصائص العربية اتساع المعجم. من خصائص العربية اتساع المعجم فعلا. المعجم العربي على ما قال اللسانيون واللغويون هو أوسع أو معجم، هو معجم أوسع لغة. حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: لا يحيط بكلام العربي إلا نبي. ما فيش غير نبي، هو خلاص، هو نبي الذي يحيط بالوحي. لا يقدر رجل على أن يحيط بكل لغات العرب. والأصمعي كان إذا سمع لغة لا يعرفها قال: لا أعرفها. وقال ولم يقل خطأ، قال: من عرف اتساع كلام العرب كاد أن لا يخطئ أحدا. من عرف، هذه كلمة الأصمعي، من عرف، شوف هو اللغوي الكبير، من عرف اتساع كلام العرب كاد أن لا يخطئ أحدا. لا تقل هذا غلط، قل: لا أعرفه. ربما كان لغة، ربما كان قياس غاب عنك. واضح. فالفكرة هنا، اتساع المعجم أدى إلى أثر في القصيدة العربية، ما يسمى بعيب الإيطاء. تعرف طبعا أنت شاعر، تعرف الإيطاء. الإيطاء يا إخوة هو أن يكرر الشاعر اللفظة والمعنى في أقل من 7 أبيات. صحيح. يعني يأتي في لفظة القافية، يستعمل نفس القافية بالعموم، يعني نفس القافية باللفظ والمعنى، يعني يستعملها في أقل من 7 أبيات، لأن 7 أبيات هي القصيدة. فإذا انتهى من 7 أبيات كأنه دخل في قصيدة جديدة. خلاص. فأقل من 7 أبيات هذا عيب عند العرب. لماذا عيب في الشعر؟ لماذا؟ لأن اتساع، لأن المعجم العربي واسع جدا. وعلى الشاعر أن يكون واسع المفردات ولديه اطلاع ومخزونه اللغوي كبير وعميق. بالضبط. كونك لم تجدد اللفظة معناه أنك لم تجدد المعنى، وأن المعاني عندك ناضبة. طب 7 أبيات هذا يثبت أن مخزونه اللغوي محدود. بالضبط. ولهذا نقول دائما مثلا يا إخوة، لا تقل أنا ألجأ إلى ما يسمى بشعر حر أو شعر تفعيل أو كذا، لأن الآخر يقيد الإبداع. قل: يقيدك بحسب محصولك. أما بالنسبة للعرب القدماء، شعرهم كان موزونا وكان كلمة. ما أجمل هذا الاستنتاج يا أبو قيس. قل إنه يقيدك بحسب محصولك ومخزونك اللغوي، لا تقل إنه يقيد الإبداع، فالإبداع مساحة حرة مفتوحة. أحسنت. أنا أعتبر شعر امرئ القيس، نعم، شعر عمر بن أبي ربيعة شعرا حرا. اسمع إلى هذا، عمر بن أبي ربيعة يقول مثلا، يقول: فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر، وقالت وعضت بالبنان فضحتني، وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر، أريتك إذ هن عليك ألم تخف، وقيت وحولي من عدوك حضر، فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحضر، فقلت لها: بل قادني الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعر، فقالت: وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر، فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما مكثت مؤمر، فبت قرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر، فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر. أين التقييم؟ جده وجدنا امرؤ القيس يقول: سموت إليها بعدما نام أهلها، سمو حباب الماء حالا على حال، فقالت: سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت: يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، فما إن من حديث ولا صالي، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورد فذلت صعبة أي إذلال. هذا هؤلاء يعومون في البحر العروض، وهو بحر مضطرد وقافية مضطردة، يعومون. لماذا؟ معجمهم واسع. فهذا من الخصائص. إذن
نأتي هنا ونقول القافية، القافية وعيب الإيطاء هذا ثمرة خاصة أو خصيصة من خصائص اللغة العربية، وهي ماذا؟ وهي الاتساع المعجمي. ولهذا نبه الدكتور البروفيسور عبد الله الطيب في كتابه المرشد، قال الذين يريدون تحرير القوافي أو إلغاء القوافي يعودون بالشعر إلى الوراء، لأن المعجم العربي لما تم توحدت القافية تضييقا على الشاعر لرفعة الفم، تعرف كلما ضقت ارتفعت في المسافة، تضييقا على الشاعر، فهم يرجعون بالشعر إلى الوراء. قيس أحسنت، هذا مثال. إذن القافية العربية من ثوابت الشعر العربي ولا يمكن أن تغير. هذا الموضوع طويل ويكثر الحديث به، حاول قليلا أبا قيس أن تعتدل في جلستك كي تبدو الصورة سليمة تامة كما نرجو. إلى الخلف، نعم أحسنت، كما أنت ولكن اعتدل بجلستك كما أنت، لا بأس. الآن نريد قصيدة لأبي قيس قبل أن نذهب إلى النصف الآخر من البرنامج ويقرأ ما يحب هو، وهناك نقاش متواصل بيننا طبعا إلى قصيدة جديدة، ولكنها من يعني مقولك لا منقولك. من مقولي لا منقولي. طيب تفضل. أنا لي مرثية، وأنا إلى الآن لم أخرج شعري كاملا لأنني أولا قصائدي طويلة. اقرأ ما تحب لا بأس. نعم، من 40 بيتا غالبا. اقرأ منها ما تحب وما تشاء. نعم. 20 تكفي لا بأس. وربما نعم ربما أرشدك هكذا وأنا أخرج منها ما أو أنتقي لك منها يعني. اقرأ ما هذه تحب. مرثية. تفضل. هذه مرثية. حار الشجا فاختل في تكلمي، حار الشجا فاختل في تكلمي، لم أدري ما بدء القصيد لمريم، حار الشجا فاختل في تكلمي، لم أدري ما بدء القصيد لمريم، فخصال مريم في الوداد تنوء بي عن غير ماعي وغير تلعثم، ومصيبتي قسمت ظهور بلاغتي، فرثاء مريم بعد لم أتوهم. الله. لم ألف عند مصيبتي قولا وما خلت البيان إلى المصيبة ينتمي، قد أخلصت عشقي على يأس اللقاء سبعا من الأعوام لم تتجرب. يا الله. لم تألو في ودي على نزق الهوى، لم تألو في ودي على نزق الهوى، ولرب ظالم حبه لم يعلم، حتى علمت وقد رأيت من الهوى ما يستبي لب الحليم المحجم، فيها تجلى كل سر خليقتي، فيها تجلى كل سر خليقتي، والحسن منها للعروبة ينتمي، كانت ترجي في البعاد عناقنا، لو مرة تبقى على ذكر الفم، فوعدتها والوعد حيلة عاجز، صنع الكريم فكيف عشق الأكرم. وفيها أقول فلقد بكيت ولا يعاب على الهوى، حتى تقطع بالنحيب تكلمي، إن يدنني فقد الحبيب فإنني مرب على فقد الحبيب تندمي. الله. يا رب أبلغها السلام وأنني أنزفت من بعد الدموع لها دمي، وبكيتها حتى تقبض بالكرى ضلعي ونبه صاحبي تحنفمي، يا رب أرجعها ألب نداءها، يا رب أرجعها ألب نداءها، لهف الحجيج غداة أول مقدمي، يا رب أرجعها وإن صبابتي سنو الصلاة تعهدي وتأثمي، وبعد فقد الحب ترجو وصله، يا الله أرام وخاب سعي المغرم. هذه القصيد شجيرة مغروسة في قبر من ولت ولاعجها ظمي. يا الله. هذه القصيد شجيرة مغروسة في قبر من ولت ولاعجها ظمي، قصدتها قصد العظام عروضها وقريضها لحمي وقافيها دمي، شعر أثير به الشجون فيرتوي منه سواي ولي جراع العلقم، أرجو به كفارة في ود من يا ليتها بخلت ولم تتكرمي، والنوح في إثر الحبيب مآثم.
والنوح في إثر الحبيب مآثر، يا الله، عطاؤها من لحدها لم أعدمي. حفظ الله عليك أحبابك أبا قيس، ورحم الله من قضى منهم بعد هذا الحزن المديد والعميق في نفسك، والذي حملتنا إياه عنوة، عنوة منسابة، منسابة إلقاء وحزنا، لكنك تحملنا إياه عنوة ليتذكر كل منا ألا ينسى أحبابه فيكتب عنهم فقط إذا ما مضوا. علينا أن نتذكر أحبابنا أحياء لا أمواتا. أحسنت أبا قيس، متواصلون معك أكيد. مشاهدينا الكرام، قبل أن نكمل نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا من القاهرة عبر الإنترنت أبو قيس محمد رشيد، أو كما يحب أن يكنى وينادى بأبي قيس الطائي. أبو قيس، الوقت ضيق ومع ذلك سأعقد معك صفقة، ما رأيك؟ على حسب الصفقة ما هي؟ ستكون جيدة ورابحة للسادة المشاهدين ولي ولك، لا شك في ذلك، الكل فيها رابح. أريد إجابات قصيرة ما وسعك ذلك، بحيث لا يخل بالمعنى ولا بجوهر المقصد الذي تود إيصاله، لأنني أود المرور على كل الأسئلة المعدة لهذه الحلقة. عموما لا بأس، دعنا نذهب إلى قول من يرون أن القصيدة العربية أغلق بابها الجواهري، كيف يمكن الرد على ذلك؟ تفضل أبو قيس. نعم، هو الجميل في السؤال أنك قلت كيف يمكن الرد على ذلك، يعني كان الموضوع منتهى وليس هل يصح ذلك أو لا، ولكنني أوافق الاعتراض على هذا. شوف، الجواهري شاعر عظيم ولا شك، شاعر عظيم ولا شك، ولكن لا الجواهري رحمه الله ولا من هو أفحل من الجواهري يغلق باب القصيد. المعاني لا تنضب، والإنسان الذي هو أصل الفنون وأصل المشاعر وأصل الخلق الفني لم ينتهي، لم ينقرض. فلا الجواهري رحمه الله هو شاعر فحل، ولا من هو أفحل من الجواهري كان يمكنه أو يمكنه أن أو يمكننا أن نقول إنه أغلق باب الشعر، وإلا كنا سنقول أغلق بعد شوقي مثلا. فكل أحد معجب به نقول أغلق الشعر بعد، لن ينغلق باب الشعر إطلاقا. وهنا أضيف شيئا مهما جدا. تفضل. أقول إلى الآن الجواهري حتى اللحظة لم يدرس دراسة فنية، لم ينقد نقدا فنيا. الجواهري عندي ديوانه 6 مجلدات، هل يحسب الناس أن المجلدات الستة هذه الشعر فيها كله على مستوى واحد أو إنه مستوى عال أو كذا؟ من المؤكد أن الإجابة بالنفي. ماذا سينتهي لنا من ديوانه إذا صنعنا المختارات، إذا صفينا الديوان أو نخلنا الديوان كما يقال؟ ما هي معالم فحولة الفحولة الشعرية للجواهري؟ إلى الآن الجواهري لم ينقد نقدا علميا، ولذلك أنا أقول صلني ببعض من يقول هذا الكلام أنه أغلقه وأن الشعر انغلق بعده والقصيدة العربية انغلق بعده. أقول له ما هي المعالم الفنية التي انغلق بها القصيد بواسطة الجواهري؟ لن يجيب. هي أنا في الأخير أقول هي تعصبات قطرية. أحسنت، هي تعصبات لا أكثر. طيب كيف يمكن للقصيدة العربية للقصيدة العربية أبو قيس يعني أن تحافظ على مجموعة القيم والأخلاق الحميدة، القصيدة العربية بشكلها الحالي؟ أنا أضيف شيئا في السؤال الماضي. تفضل. كل بلد له جواهريه. أحسنت. عند أهلي. يعني في سوريا هناك من يقال ختم الشعر به، وفي مصر هناك من يقال ختم الشعر به. الشعر مادة قومية أممية لا تذهب، وهي تتعلق بالعرب من حيث كونهم عربا، وبالناطقين بالعربية من حيث كونهم ناطقين بالعربية، لا بالأقطار والبلاد. نعم. عن القيم والأخلاق الحميدة
عن القيم والأخلاق الحميدة وكيف يمكن لها أن تظل حاضرة بقوة في النص الشعري العربي الحديث، وإن شئت قل القابل للتطوير. تفضل. هذا ربما يكون أقصر جواب لسؤال في هذه الحلقة، لأن هذا خارج عن قضيتي من حيث كوني ناقدا. تفضل. قضية القصيدة، القصيدة هي من حيث هي قصيدة، القصيدة مظهر فني، وكما قال صاحب الوساطة الجرجاني، قال بالنص هكذا: ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر. لما كان يرد على بعض من نقد المتنبي بأن بعض أبياته أن بعض شعره فيه استخفاف بالدين وخفة في العقيدة أو فساد في العقيدة أو كذا، فقال: الأمران متباينان والدين بمعزل عن الشعر. فلذلك أقول قضية الأخلاق والقيم الحميدة أمور تتعلق بالشاعر أكثر مما تتعلق أو لا مدخل القصيدة بها أصلا. أحسنت. القصيدة صورة فنية، ما ستضعه فيها ستبين به عن نفسك. وإلا فعندك كما عندك يمكنك أن تنظم القرآن شعرا وأن تنظم الخمر والخنا شعرا. أحسنت. أنا سأترك لك في نهاية هذه الحلقة أن تنتقي نصا من النصوص أو من جواهر الشعر العربي وتقرأه للسادة المشاهدين، وتقف عند بعض مواطن الجمال أو بعض الإشارات التي تود أن تشير إليها، لكن قبل ذلك دعنا نطمع بك قليلا فنذهب إلى قصيدة جديدة من قصائدك أو من القصائد المخفى والمخبأة، قراءة في قصيدة جديدة أو بعض أبيات قبل أن نذهب إلى تتمة الأسئلة، ومن ثم إلى قصيدة عربية مما تفضل وتحب. أنا لا أدري ما مذهبكم في محتويات المعاني. اقرأ ما تحب لا بأس. على ظاهر كلامك؟ اقرأ ما تحب. نعم إن شاء الله. هذه قصيدة لي. قرأكم يعني وليكن نصفها يعني. قلت، وهي موضوع جديد على الأدب العربي، قلنا نريد التطوير وكذا، طيب خذ التطوير. تفضل. موضوعها غريب هذا الشيء. قلت: ماتت سعاد، ماتت سعاد ولم تلحق بمن قبر، ماتت سعاد ولم تلحق بمن قبر، وما كميت الورى من في الهوى غدر، كانت سعاد بيان الغدر إذ مردت على خديعة من يحيى ومن غبر. الله عليك. أما سعاد التي آمنتها فجرت، أما سعاد التي آمنتها فجرت، حتى تشكى سعاد النبغة الحيرة، فالشام شؤم بمن قد حل مربعها، فالشام شؤم بمن قد حل مربعها، حذار آل الشآم الشؤم والغررة، ومصر قد خلفت فيها فظائعها، ومصر قد خلفت فيها فظائعها، فجعا وولعا وقلبا بالجوى سجرا. الله. أقمت في طللي إذ كنت جارتنا، يا شر جار ومن جيرانه هجرا، هل ما سمعت بأطلال أقام بها أخو الفجيعة بينا غيره عبر، أم هل سمعت بأطلال شهدنا على رحيل خب يظن الحب إذ عمر، أم قد سمعت بأطلال لعنت بها وكان غير الدعاء بالسقي ما أثرا، قد ابتدعت طلولا بئس راحلها وبئس ما أحدثت من وحيك الشعراء، يا شؤم كل عزيز النفس أسلمها لخائن العهد لم يرصد لها حذرا. يا الله. ألحمت كل لئيم، ألحمت كل لئيم عرض ذي كرم، شماتة فغدا شانيه قد ظفر، وكان يخشى إذا ما سرت وانسدلت أذيال ثوبك أن توشي بها العبر، وكان يخشى إذا ما سرت في زحم يلهي اللئيم مساس العفو ما خطر، أيام أن قلت إني يا حبيبي قد غلقت بعدك سمع القلب والبصر. عظيم. وقلت طرا رجال الأرض ما رجعت مني سواك سوى خيباتها خبرا، إن كنت تخشى الذي عنه النساء كنت، إن كنت تخشى الذي عنه النساء كنت، فهاك مني صريحا عنك ما سترا، والله ما تشتهي نفسي سواك فتى، والله ما تشتهي نفسي سواك فتى، أنا البتول إذا لم تقضني وطرا، وما يخالط لحمي غير لحمي، وما يخالط لحمي غير لحمك في حشن بغير ذرار منك ما وقر، أو كنت تخشى سفارا للشآم ففي مصر الحبيب الذي كلي به أسرى، أيام أن نلتقي في الصبح، أيام أن نلتقي في الصبح تنسمنا صبابة الليل تدني منهما كفرا، وهبت الريح، وهبت الريح فالطاط القميص بها،
وحب ريحا أتى للحب منتصرا، فكانت الريح في نقش الثياب بها مختار مصر يلي أبهى الذي احتفر. مختار النفاذ. فكانت الريح في نقش الثياب بها مختار مصر يلي أبهى الذي احتفر. فقلت لا ترعوي للريح، فقلت لا ترعوي للريح أن عدلت يوما من الدهر بعضي منك قد ظهر. قالت ألم ترني أغفلت ما صنعت، قالت ألم ترني أغفلت ما صنعت، كلي إليك إذا أمنتني النظر. أيام أن تسمعي فيروز، أيام أن تسمعي فيروز، قد سحرت منا الفؤاد إذا ما شوقنا حضر. في ليلة من ليالي البرد يدفئنا بوح الغناء وبوح إثره صدر. أيام، أيام أن قلت شوقي في مضاجعة، أيام أن قلت شوقي في مضاجعة تجزي بها بعد طول النأي مصطبرة. تبقى يمينك في متن الحبيب رضا، وبالشمال لطيف الخصر مؤتزرة، والنفس للنفس بالأنفاس قد عبرت، هذا شهيق وهذا روحه زفرة. في ليلة عجب، في ليلة عجب ناب الأنوف بها عن لاعج البوح في أشواقنا عثرا. هل تذكرين؟ هل تذكرين أم الأيام قد كشفت من الخليقة بعد السبع ما خمر؟ تخادعين بود لا يجود به في غيرنا أبد غير الذي دعر. وذاك ما طامن المغدور، وذاك ما طامن المغدور أن له من الحبيب إذا ما زل مغتفرا. فذاك يوم يموت المرء من كمد، فذاك يوم يموت المرء من كمد لولا فؤاد على هول البلا نكرا. هذا نصف القصيدة. جميل يا أبو قيس، جميل جدا. ويعني للأمانة إحساسك عالي، وقد جئت على تصريف الجراحات، ومنها دلفت إلى حب وحلم. أنت جميل حينما تمزج ما بين الحزن وما بين الوجع وما بين الرغبة بدفء وسلام. أكثر ما يجب أن نحرص عليه من أجل إبقاء الشعر صافيا واللغة العربية بلا شوائب. تفضل. هذا يرجع بنا أيضا اختصارا إلى نفس القضية التي تحدثت عنها، وأنا هنا فاتني أن أنبهكم إلى كتاب حتى شوف ما معنى. أنت أيضا الآن تقول نحافظ على اللغة من الشوائب، طيب سنختلف أيضا. سيقول البعض هذا من الشوائب التي ينبغي أن تخرج من اللغة، سيقول البعض لا هذا تطوير. نرجع إلى نفس الشيء، لكن فاتني هنا أن أنبه إلى ضرورة قراءة الكتاب. الميزان الكتاب، نعم، ما الميزان هنا؟ حبذا لو تضعنا أمام كفتي ميزان. أن ما كان من خصائص اللغة، ما كان من خصائص اللغة هو الأساس، وما لا يتعارض مع خصائص العربية، أحسن. ما لا يتعارض مع خصائص العربية هو ما يمكن أن تسميها تطويراً وكذا. ولذلك أنا أقول لك شيئاً هنا معذرة، شيء ضروري جداً حول قضية فك الشعر من الوزن والقافية وكذا بدعوى الحداثة والتطوير وكذا. الوزن والقافية في القصيدة العربية من لدن الجاهلية إلى الإسلام، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الأندلسية، كل الدول المملوكية العثمانية لم تنفك القصيدة. أنا نعم. أسأل يعني أقول بالمصري هكذا، هو عصرنا على رأس ريشة، مرة واحدة العصر يقتضي التطوير كذا، لماذا لم تتعرض القافية؟ يا رجل فتحوا الأندلس وأخذوا نصف العالم وتأثر الشعر بالحضارات جميعا، ثم في الأخير بقي عنصر وزن القافية. حتى ما يتشبث به البعض في قضية الموشح الأندلسي، هل تعلم أن الكتاب المرجع الكبير وهو الذي ألفه الرجل الدين اليهودي صامويل ستيرن، في ألف عن الموشح الأندلسي وكان رجل مقيما في القدس عاكفا على العلم وكذا، كتابه إلى الآن هو المرجع الأكاديمي للموشح الأندلسي، يقول فيه كلاما خطيرا جدا. يقول من الصعوبات التي واجهتني لما أردت أن أجمع الموشحات أن حتى الشعراء الذين هم شعراء ووشاحون لما جمعوا دواوينهم لم يضموا الموشحات باعتبارها غناء شعبيا لا باعتبارها قصيدة عربية. الله، يعني ليس حتى ما وقع من فن الموشحات من اختلاف القوافي واختلاف كذا في القصيد، هذا أيضا وأصلا فيه إدخال الأساس فيه إدخال لفظ أعجمي أصلا، قالوا هذا أو لفظ عامي، هذا اعتبروه فنا شعبيا، يعني ليس تطويرا للقصيدة العربية.
أسأل سؤالا، لماذا ظلت القصيدة على هيئتها الناضجة التي هي عليها الآن وأنشدتكم عليها الآن وكذا، وجئنا فقط في العصر الأخير قلنا العصر اختلف؟ هذا أولا. ثانيا، هل من باب المصادفة أن عصرك هذا كان عصر الهزيمة والسقوط والتبعية، عصر ضعف اللغة، عصر التبعية السياسية، عصر التبعية الاقتصادية عسكرية، كل شيء كل شيء هنا ما شاء الله صار فجأة تطور العصر في ترك طيب يا أخي، لما كنت أنت السيد ودخلت البلاد وتأثر الشعر فعلا بكل الثقافات لم تتأثر القصيدة. هذا من الشواهد القوية جدا على أن قضية الوزن والقافية في الشعر العربي ليست فقط شكلا تراثيا كما يظن البعض أنه جمود عليها، هي من هي نابعة من خصائص العربي. وهنا أنصح شديدا بكتاب اللغة الشاعرة للعقاد، لأنه أقامه على هذه الفكرة، تكلم على خصائص العربية في الحروف المخارج وفي الألفاظ لاشتقاق الصرف وفي التركيب النحوي وفي اتساع المعجمي، وقال وبناء على هذه الأنماط والخصائص اللغوية في العربية لا يمكن الخروج عن طبيعة الوزن والقافية في القصيدة العربية أو عن طبيعة الوزن في القصيدة العربية. أبو قيس، لكسب الوقت ولأن الوقت يوشك أن يدركنا، لم يتبقى بحوزتنا غير 6 دقائق، قراءة مختصرة بنص معين لك أن تنتقي منه مجموعة من الأبيات، نص لغيرك ممن تحب من الشعراء ومما تفضل من النصوص، ووقوف عند بعض الإشارات التي ينبغي أن تشير إليها في النص الذي تود قراءته. أنا ربما أقرأ لكم يعني حتى بما يليق بالموضوع وما نحن فيه، يعني أقرأ لكم من شاعر العرب الأكبر وهو امرؤ القيس الملك الكندي. تفضل. وأنتقي لكم قصيدة يظهر فيها الانسياب المائي في القصيدة مع اتحاد الوزن والقافية. لكن أرجو مراعاة الوقت لأنه تبقى معنا 5 دقائق. إذا كم بيتا تريد؟ اقرأ منها ما تحب وقف عند النقاط التي تود الوقوف عندها. تفضل. انظر إليه يقول: ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي، إذا ما استحمت كان فضل حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي، لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير مدفال، إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي تنورتها. هذا كله اللفتة هنا بلاغية، هذا كله استمرار لنعوت مخفوض ربة. شوف استمر الإعراب الواحد وتعلقت الجملة لعدة أبيات. قال تنورتها أي بحثت نارها، تنورتها من أذرعات، هذه درعة في سوريا كان هذا بلاها من القيس، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لكفالي، سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال. انظر هنا يقول لك سمو حباب الماء حالا على حال، لما تلقي حجرا في الماء يصنع موجات هكذا لا تسمع لها صوتا، وترى الموجة تركب الموجة التي أو التردد تركب التردد التي تسبقها، فهو يقول لك إنها يشير إنها كانت في عليا القوم وكانت ساكنة في على ظهر جبل أو على ظهر هضبة وكان مرتفع، فيقول سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال، فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. انظر فقط هنا لفتة صغيرة جدا إلى كلمة لديك، يقول لديك يعني عندك أمامك ولو قطعوني أمامك، وهو يظهر أنه عنتري هنا لكن يستثير عاطفتها ويعلم ما الكلمة التي ستضرب في قلب الأنثى، فيقول في صورة عنترية يكسرها بكلمة واحدة: يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. المرأة تستلقت كلمة لديك فقط، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. لفت هنا أخيرا لأجل الوقت، يمثلون الجاهليين في الأفلام وكذا أنهم غلاظ ولهم حواجب كثيفة وكذا ويتكلمون بصوت خشن، امرؤ القيس تسلل إليها فالوقت ليس في صالحه وكان معها في غرفتها وكذا،
ومع ذلك يقول لها، يقول: فلما تنازعنا الحديث أخذ يلاطفها ويكلمها الأول وأسمحت. شوف الشياكة هنا ماذا فعل؟ هصرت بغصن، وشبه خصرها للينه بالغصن الأخضر، وقال هصرت لأن الهصر بخلاف الكسر الذي هو كسر اليابس والقطع الذي هو قطع الطري، الهصر يكون للشيء الذي بين اليابس وبين دعنا نكتفي بهذا. نعم. القدر الحبيب أبي قيس أو أبا قيس، يعني أبا قيس أريد الختام مكثفا وباختصار شديد، معنا دقيقة، عن الشعر والشعراء والمهمة التي يحملها الشاعر أو يجب أن يحملها من وجهة نظرك باختصار لو سمحت. الشعر والشعراء، مهمة الشاعر، الشاعر في الأخير هو صانع فني، ورسالته ليست تخصصي من حيث كوني ناقدا. الشاعر يؤمن بقضيته التي يعامل فيها الله أو يعامل فيها المجتمع، فيوظف ما عنده من الفن في رسالته. أحسن. أنا وظيفتي من حيث كوني ناقدا أن أتتبعه فنيا فقط، لكن لست أنا الذي يملي على الشاعر ما يقول. أحسن. والله لو كان عاشقا للخمر لشرحت قصيدة الخمر شرحا فنيا. شكرا جزيلا لك أبو قيس محمد رشيد، أو كما تحب أن تنادى بأبي قيس الطائي. كان الوقت عذبا سلسا كالماء رفقتك، وأرجو لمثل هذه اللقاءات الجميلة أن تتكرر، وأن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء وجها لوجه. إن شاء الله يا سيدي. شكرا جزيلا لك كثيرا، وسلامي لكل الإخوة الجمهور الذين صبروا علينا. بورك بك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم.